بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة رئيس المجلس البلدي بلدية كسرى السادة أفاضل منتخب الولاية السادة ممثل السلطة المحلية السيد الفاضل رئيس الجمعية القانونية السادة الأجلاء أعضاء الجمعية القانونية سيداتي الفضليات سادتي الأفاضل، يسعدني خلال هذه المناسبة المباركة أن أتقدم بشكر جزيل وامتنان جليل لأعضاء الجمعية الخلدونية للأبحاث والدراسات التاريخية بولاية مسكرة لما لهم من أفضال لا تحصى على رجال العلم والفكر والأدب بهذه الولاية العتيدة. فسجل هذه الجمعية المجيدة مفعم بالمنجزات المثمرة الزاخرة بمواضيع شتى، مواضيع تناولت تاريخ هذه الولاية عبر فترات زمنية متلاحقة، فالتزموا التنويه بما قدمه أبناؤها الأوفياء من أعمال جليلة في ميادين جمة علمية وأدبية وفنية، وما وقع من أحداث عظيمة عبر الأيام والسنين، وما حدث من أحداث عظيمة عبر الأيام والسنين، وما حدث في تاريخ الثورة الجزائرية المسلحة. عاشق الدفء هنا، عاشق الرمل أنا وظلال وسنة، عاشق النخل أنا وطمور تشتنى، راكب الطيف إذا زار ربعي وانحنى، لاهث خلف المنى ووصال بيننا. هي عشي حينما أتمنى السكن، هي أمي كلما حن قلبي للهنا، هي أمني والحمى وملاذ عندنا، مرتعي يوم الصبا ملعب أسعدنا، معبد يجمعنا ورفاق زمن. عاشق الزاب أنا هائم في بسكرة، وها طعمها كالسكرة، عبق بالطيب في نسبات عاطرة، وظلال ترتمي ورياض ساحرة، ومياه تلتوي في سواق جارية، روعة في حسنها في رسوم باهرة، رسمت في رونق بأياد ماهرة، وإذا طال النوى تتلوى حائرة، أينما عشت أنا فبلادي مفرق. ذكريات حملت في ثناياها الحنين، ذكريات رفرفت بجناح الحالمين، صور الماضي بها هفافات ورنين، حركتها لفتة من سبات النائمين، أيقظتها بعدما زحف. قريتي يا روضتي حلحلي الماضي الدفين، زحزحي نور صور النوى وافتحي صدرا أمين.